لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 71-106-111. قدمت مصممة الجرافيكس السيدة رنا سلام بأسبوع دبي للتصميم بدورته الأولى معرض تحت عنوان بريليانت بيروت، بيروت المدينة الأيقونية. بيحكي المعرض اللي أثار اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية تطور مدينة بيروت من خلال مبانيها الأيقونية وتصاميم ماركاتها التجارية بخلال 5 عقود من الزمن. بما أنه حالة الليلة أردناها تحية لبيروت، بصرنا استقبل السيدة رنا سلام. أهلا وسهلا فيك وشكرا لوجودك معنا. جيتي أنت والبي، شو قصت؟ بريليانت بيروت، بي في بيروت، بي في بريليانت. هالبي صنعناها أول ما بلشنا المعرض تنعمله بدبي لدبي ديزاين ويك، انصنعت بلبنان مع برينت ووركس واشتغلناها فيها وشحناها معنا، حملناها أول دوي على دبي وعرضناها وحطيناها بالمعرض وهلا رجعناها معنا. بحسك عم تاخذيها معك وين ما كان، رايحه وجايه معنا. زعلتي انك بلشتي المعرض بدبي مش ببيروت؟ بالعكس، دبي فيها فيزيبيليتي كثير قوى من هون، كثير مهم تكون برا هالاكزيبيشن تنعرف عن بلدنا وتنشر الماضي تبعنا للمستقبل لحديث هلا شو عملنا ومن وين بلشنا وين صرنا. رجعت الاربعاء من دبي من بعد جمعتين تقريبا بالمعرض، ومعك كثير من المشاريع والافكار لتوسيع تجربه بريليانت بيروت. خبرينا عن المعرض وعن الردود الفعل. المعرض اجوا دبي ارت دبي على بيروت عم بفتشوا على حدا يعمل كريشن للاكزيبيشن من شي 8 جماع، بس هذا معرض بده تحضير سنة بفتكر. جمعنا من جميع انواع الانفورميشن عن لبنان من ايام 5 سنين بعد الاستقلال لحديث 2015، بقى 7 عقود. بقى تنحصل على هالانفورميشن كان اصعب شيء بالاكزيبيشن، غير عن انه الصور اللي كانت منا موجوده للبنيات للجرافيكس للانتيريور ديزاين للبرودكتس، ما في شيء موجود غير يعني الحمد لله منيح لي في جوجل. لما جوجل ما كنا لقينا شيء، من الجوجل صار مثل انفستيجيشن، نرجع نسال ونفتش وبكون في. بس انت كثير شاغله على هذا الموضوع او ايش؟ شغلته براسي. اوكي. كله موجود صار له 20 سنه، بقى اجى هالبروجي. يعني انت نقلتي بيروت والشارع العربي للندن. مزبوط. واشتهرتي بلندن. اليوم بس قالوا لك بيروت صرت رجعتي على جوجل. مزبوط. ايه بس هل يعني تحمست لانه هالشيء صار له براسي 20 سنه عم فتش على كتاب ينعمل عن لبنان يفسر كيف وصلنا على اللي وصلنا من ناحيه الديزاين، الديزاين اللي بيكون البلد. نعم. يعني بيكون هو المعرض يعني شو كان اللي بده يمشي فيه؟ شو بيشوف؟ بيشوف من الهندسه الانتيريرز، انتيرير ديزاين، البرودكت ديزاين والجرافيك ديزاين من ايام 5 سنين لحديث 2015، مين صمم شو، لازم يعني كثير مهم واحد يعرف اسامي المهندسين، اسامي الديزاينرز وكيف تطورت بيروت يعني من وراء. يعني مثلا واحد بسكر عينه بفكر ايام 50 فينيسيا، اوتيل فينيسيا، اوتيل الكارلتون، هدول اللي غيروا مسار العمران. يعني هون مثل لاند ماركس، كيف التوريفال بفرنسا. نعم. عندك مثلا الكارلتون هوتيل كثير من اهم مهندسين عاملينهم، كارول شاير نفس المهندس اللي عمل سبينيز، تذكر سبينيز ايام السبعينات لما فتحوا سبينيز؟ ما كثير بتذكر. اوكي. كثير مهم. وما ولا انا ولا انت كنا سبينيز كان اول اسكليترز كانوا موجودين. مثلا عندك غندي، نحن عم نشوف الصور هيدي بنايه الكارلتون. طيب في اليوم كثير رنا نوستالجيا لبيروت القديمه. مزبوط. وانت من الناس اللي كرسوا هيدي النوستالجيا بشغلك من خلال ان كان مطاعم او ان كان ماركت او الثياب او اي شيء بتعمليه بتفوتي بيروت القديمه. ليه هالنوستالجيا؟ اوكي، لانه وقت الحرب الناس حبت انه تمحي الماضي، ما بدها تعترف بشيء اسمه بيروت، وصار في من نوع الكره على لبنان، والميديا كثير قويه من ناحيه تعمل البروباغندا تكرهنا اكثر ببلاد العرب، فحسيت انه هالشيء لازم واحد يرجع يتعرف على الماضي تبعه تيقدره. وانا على اساس درست ديزاين برا كمشته من ناحيه الهندسه، التصوير، الجرافيك ديزاين، صرت اطلع على البنايه. مثلا شو قصتها؟ هيدي من نوعه الهندسه اسمها ذا جريير اركيتكتشر، انعملت مع الجبنان. ايه مزبوط. هيدي برمله البيضاء. ايه. بعدها الناس لما شافتها بدبي صارت تبكي. ايه.
هلا هدول براندات الجرافيكس اللي بتقلد الماضي، الكارلتون هوتيل كثير مهم. خليني بس اقول للمشاهدين اللي ما بيعرفوك، حضرتك من اكثر الفنانين ومصممي الجرافيكس المعروفين بلبنان والشرق الاوسط وحتى باوروبا. اشتغلت بالبدايه بلندن حيث ادخلت الثقافه العربيه الى الثقافه الشعبيه البوب كلتشر البريطانيه، ومن لندن انتقلت من سنوات الى بيروت بتديري هلا استوديو خاص للتصميم وللبراندينج. كيف بتفسري من شغلك مع الناس اللي يعني الناس اللي ما بيعرفوا شو بتشتغلي وشو يعني كل هالقصص، كيف بتفسري لهم شو بتشتغلي؟ هلا انا من لما بلشت درست جرافيك ديزاين بلندن، بس عرفت قوه الديزاين كيف تغير تفكير العالم. مثلا بلدنا كان عنده نظره سيئه، كان كثير نيجاتيف، وحسيت انه الديزاين في غير تفكير الناس. يعني كنت فتش على النوستالجيا، فتش على الصور اللي كثير بتغرب بتسحر الواحد، وحتى بتريقها كثير مودرن وجدد فيها. انت هيدي الميزه تبعك انه ما حطيت الماضي مثل ما هو، جددت. اي اكيد اكيد، الماضي تبعك كان كثير حديث، في حداثه بيروت. مزبوط، وحطيته من روح ستايل، حطيته يعني حطيته بطريقه كثير لذيذه. الناس بلشت تحب حالها، تحب تشوف حالها ببلدها من ناحيه اللي عملته، رجعت انغربت بنفسها وشافت حالها. هذا المفروض، وهذا الشيء بتفتخري فيه انت. اكيد عملت. اكيد، وكثير وهلا بدبي حاسه انه كانت النتيجه. افتخرنا كثير بلبنان كثير، يعني عن جد لما الناس تقول لي الناس عم بتدمع على الاكزيبيشن ما كنت صدق. لما شفت وحده بنت عم تبكي قلت ماي جاد، هالقد تاثرت باللي عملناه. انا عم بشتغل مثل المجنون 8 جماعة، ما عم بعرف شو عم بعمل لحديت ما وقفت وشفت قدامي. شو الشعور؟ خصوصا اللبنانيين اللي كانوا بعدهم معظمهم تاركين لبنان. كلهم عم ينتقلوا على دبي، فاكرين دبي از ذا بليس يعني. لاحظ انه اكشلي لحظه شوي، بيروت عندها كثير ماضي مهم، وعندها عم تصنع هوية. اكيد اكيد عندها هويه وناسينا. شو الانطباع اللي بياخذه الواحد من بعد ما يمرق بالمعرض؟ لاحظ انه نحن بلشنا القصص وين بدبي مبسوطه انه هي اللي عم تاسس، هي اللي عم تعمل كل شيء. نحن عاملينها من ايام الخمسينات وطالع، من زمان. نعم، ما بدنا ننسى هالشيء يعني، وبدنا نكمل فيه بقوه. بيروت بالنسبه لك شو كاركتير بيروت؟ كيف تصفيها لبيروت؟ انت مثل ما وصفت شغلي، انا اكثر شيء بيروت هو الشعب اللي بدني، هو اساس لبنان، مش ال مش نسالي السما بيروت الشيء اللي عم بتقلد دبي. هي الروح اللي من اكلها، من المناطق القديمه، الناس اللي نسيوها، المناطق اللي الناس ما بقى تطلع فيها. اللي في عندك الترند مار مخيل وجميز وكذا، بس كمان عندك المناطق البتركيه والبسطة وكل هدول كثير مهمين الناس ترجع تتذكروا. هذا الروح الاساسي تبع بيروت. نعم، انت بتقولي بيروت هي مدينه التناقضات والعفويه والجنون، رمز الحداثه العربيه وبنفس الوقت الخلطه الشرقيه والغربيه. مزبوط. وبتقولي قوه بيروت انه لا تخجل بانها غير مكتمله. مزبوط. وغير ايه. متناسقه. مزبوط، الامبرفكشن. مزبوط. يعني هذه حلاوتها، هذه حلاوتها. كيف يعني مدينه بتفتخر بانه مش كامله، مش ضابطه، مش خالصه؟ لما عشت بلندن قعدت 28 سنه، كان كل شيء على الكتاب، كل شيء مزبوط على المسطره. بعدين بتلاحظ انه روحك يعني خلص اختنق. بقى لي الناس اللي بتيجي على البلد ليش بتحب لبنان؟ لانه فيها الفوضى وفيها اللي بيعطيها الشارم. مش غلط يكون في شيء شوي مش ظابط، هذه حلاوته. هلا فوضى مع زباله. هلا اذا بدك تركز على زباله ما بنخلص. شو ما وقفك من موضوع الزباله؟ بالعكس، بالاكزيبيشن كانوا كثير ناس يسالونا شو وضع الزباله. كنا ندلهم على براند اسمه ويست، كانوا بيعملوا اشياء بتجنن من الديزاين من ورا الزباله، بيخترعوا باجز وبيعملوا قصص كثير حلوه منها. إذا ما نعتبر الحرب مثل الزبالة اليوم، أنت الحرب جملتيها يعني. مزبوط. كيف صورت الحرب بالمعرض؟ شو كانت الحرب بالنسبة لك؟ يعني الحرب هو فرجيت إنه حتى بأيام الحرب مثلا الأفيشات اللي عملوها مشان تبع الميليشيا، إنه هيدا من نوع الديزاين كانوا عم يحكوا عن كل أحزاب. وهذا بداية الديزاين بلبنان بالنسبة لي، ما كان في شيء اسمه جرافيك ديزاين. اللي كان عم بيصمم القصص الشعب الميليشيا، بالنسبة لي كان في شيء بتطي العقل. بقى من شيء سيء عم بيطلع كمان كريتيفيتي، من اشياء اللي مش راكبة على بعضها بيطلع كثير كريتيفيتي، مش بمنطقة كلها مرتبة بيطلع الأفكار. هلا هون بما إنه حكينا على الزبالة، أنت اتهمتي يعني
لانه الفن اللي عم تشتغلي فيه كثير جديد. من القصص اللي تحكي عنك اني عم بتحولي قصص لها علاقه بماركات تجاريه او بقصص يعني من زتها عاده. بس فاني هلا ذكرتني مزبوط. بتحوليها لرمز ثقافي مزبوط ولرمز بدل عن شعب. كيف بتعملي؟ كيف بتفكري بهذا الاتجاه؟ هلا يعني انك تحولي مثلا ورقه غندور او شبه بونجوس او هاو القصص بيصير هن علامه لبلد مزبوط. مش بس مزبوط. البراندنج بيعمل كلتشر بيصمم البلد بيكون هالشيء. بس هلا تذكرت بالاكزيبيشن لما كنا عادين البونجيز كنا جبنا الكراتين هذا وكان صار الهرم مع العلب. بعد شي ثالث يوم اختفوا. وينهم يا جماعه؟ قال كبهم اللي عم ينظف الاكزيبيشن. قال لي هدول زباله. لا قلت له كيف زباله؟ هذا ديزاين. اللي عم تقوله كثير مزبوط. لما رحت عملت الهارفي نيكلز ويندو بلندن اول ارتيك طلع بلبنان كتبوا رنا سلام تجمع النفايات وتعرضهم في الفيترينات بهارفي نيكلز. النفايات بقى اللبناني كان يشوفوا الزباله انه الديزاين ماشي هيدا. بقى لما بترجع بتاخده هالزباله وبتحطها بموقع مثل اكزيبيشن بدبي او بفيترينا لهارفي نيكلز بلندن بتبطل الزباله بتصير فن. وفن هل يعني هل اذا بدك هالقصص التجاريه كيف بتتحول لكالتشر ثقافي بدون ما تحس؟ بس بدل لك انه قد ايه البراندنج مهم. الناس ما تستقل هالاشياء قد ايه قويه بتصير يعني ان اور بلاد مثل ما بقولوا بتصير ميكس هو وي ار. وانت هذه هوايتك تجمع مش بس هو انه بتلاحظ قد ايه هذا يعني بتشوف بونجيز بتصير تبكي. يعني عندها ايموشنال ميدل ايست ايرلاين مثلا. هذول من اوائل الافيشات وقتها. بتقولي بيروت هي رمز او هي مركز او رائده بمجال الجرافيكس العربيه؟ اي عندك. كيف بلش؟ بنعرف كيف بلش اوائل الناس اللي اشتغلوا جرافيكس. هذا اللي اكتشفناه بهالريسيرش عملناه. ما كان في شيء اسمه جرافيك ديزاين بهالايام. كانوا الناس يشتغلوا ما يسموهم ديزاينرز حتى بس موجودين بالشركه. بس الميدل ايست ايرلاند مثلا كانوا يعرفوا شو معناتها قوه البراندنج ليش الافيشات لما يشتغلوا مع ناس من فرنسا. بقى كان دائما في هالاكستشينج بين اوروبا ولبنان. مش كانوا يقولوا نحن بس عرب لا بس كانوا يعرفوا they have style لبنانية. وهي هذه الستايل الخلطة كثير مهم. اي عندهم ذوق طول عمره. هي هذا الذوق بشو؟ بقصة العدم يعني منه كامل اللبنانية يعني شغلهم مش كامل يعني في دائما شيء ناقص او شيء حتى لو ناقص بس في شيء بيسحر. كان شو كيف تفسري يعني انت بما انك من ريحته تطلع مثل ما بتشمشي ريحته طيبة. لما دخلت شغلك بلندن بمحلات اشتغلت فيها شو كانوا الاجانب يلاحظ يعني شو كان يسحرهم الاكزوتيك بريحة بيروت؟ الاكزوتيك اللي شيء بيختلف اللي شيء اعوج شيء مش ظابط شيء الوانه فرقعه هون كله ضباب. طيب شو الفرق مثلا بيننا وبين قصص من سويسرا مثلا او لا او شيء اكزوتيك اكثر يعني من الشرق الاقصى من او بنختلف الخط العربي. هذا اول شيء بنختلف فيه هلا كثير ديزاينز عم يشتغلوا عليه. في سنس اوف هيومر الروح الفكاهه اي هاي عنا اياها كثير شاطرين فيها اللبنانيه. اي ثينك هاي دائما بنختلف من غيرنا. بخلال حديثك عن الحرب والفن بتقولي انه بلبنان الفن يلحق الشارع ومش يعني عاده عن الفن هو بيحط قصص الاساس او الفنانين او المثقفين إيه؟ بعدين الناس بتلحق إيه؟ انت بتقولي اللي لاحظتيه انه بلبنان بتجربه لبنان انه التغيير ببلش بالشارع مزبوط. الناس إيه؟ بيغيروا بيرجعوا المثقفين بتاثر مزبوط. خبريني اكثر عن انه اللي كنت عم بقوله انه مثلا نحن مثلا باوروبا دائما كان في عندك مثل موفمنت مثلا ديزاين موفمنت باهاس موفمنت هدول اجوا من فنانين. نحن ببلدنا الفن بيجي من الشارع الناس اللي عم يخترعوا هن وعم بيعيشوا يعني. ونحن كديزاينرز نتاثر فيهم بناخذ افكار بنرجع بنعرضهم. شو بيقول هذا الشيء؟ شو بيقول؟ انه شو بيفسر؟ شو بيعني؟ الفن الشعبي؟ نعم ايه انه الناس هن اللي بتعمل الترندز الفنيه ومش المثقفين او الفنانين. اللي حلو هون انه مثلا ايام الحرب الناس انجبروا يخترعوا قصص. هدول منهم لحالهم فنانين مش راحوا درسوا او شيء. هذا بده واحد يعطيه نفس القيمه من ما فنان راح درس. يعني عندهم انستنكت للافكار والاختراع. بخصوصا ايام الحرب كان فن غير شكل.
الناس اللي بتتهدم او هلا حتى مثلا بالحراك والتظاهرات انه كل واحد عم يعمل انه اخر شيء صار انه إيه كل واحد عنده روح الابداع بطريقته عم بيعبر عن نفسه. بريليانت بيروت بدبي هلا لوين؟ شو ناطري؟ شو هلا بدنا في مثل ما فهمت عندكم كثير طلبات في مظبوط 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 الامارات ما وقفوا وقت ما رجعنا على بيروت، في ناس بدهم ياخذوها على ملبورن، في هلا اجانا ايمن من بيروت بدهم يعرضوها هون، نحن حابين ناخذها على لندن. كثير مهم للاجانب يرجعوا يعرفوا، حتى للبنانيه يعرفوا هن شو عم يعمل شو عم بيصير ببلدهم، مهم للاجانب يعرفوا يرجعوا يكتشفوا مين نحن. وكتاب كمان مش بس كاكزيبيشن، كثير مهم هالكتاب ينعمل للثقافه للمدارس للديزاين لليونيفرسيتيز، يعني بيكون كثير حلو. نعم. يعني هذا اهم شيء بالنسبه لي. طيب انت هلا رح نقول لك شكرا ورح نترك البي عنا هون، شو رايك؟ او حملتيها وماشي بدها تسافر على ملبورن يمكن. طيب ميرسي كثير لك، يعطيكي الف عافيه. يعني ناس مثلك بخلونا نحب اكثر مدينتنا بيروت ونتواصل أكيد. مع اكثر من خلال ماضية اللي مثل ما قلتي هو لبناء مستقبل اكيد لهذه المدينه اللي هو بالنتيجه جمعنا كلنا. اكيد يعطيكم الف عافيه والى اللقاء. ثانك يو فيري ماتش. استراحه وبنرجع. بعد الفاصل عايدة صبرا تسترجع شخصية نجاح حلونجي اسماعيل. لأي شكوى أو اقتراح الرقم الساخن 71 106 111.